كاينين مجموعة من الناس اللي كيبغيو يستغلوا السذاجة ديال المشتري وديك الفرحة ديالو بأنه بغى يشري طوموبيلة قديمة وكيلزقوا ليه شي طوموبيلة اللي كتكون خاسرة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. من بعد الفيديو اللي قمت به المره اللي فات ديال كيف تختاروا سياره تناسبك، تلقيت مجموعه من ردود الفعل، تلقيت مجموعه من الاسئله وتناقش مع بزاف ديال الناس عبر الخاص ديالي في الصفحه، وعجبني الحال بزاف لانه لان في المغرب نقاش حول المستهلك ديال عالم السيارات. انا ان شاء الله قررت انني ندير واحد الفيديو اللي نسميه كيو اند اي، يعني نتوما كتسولوا وانا كنجاوب الا بغيتوا بطبيعه الحال، واللي غنتناقشوا فيه في مجموعه ديال المواضيع اللي كتهم عالم السيارات والمستهلك ديال عالم السيارات. الا كنتو بغيتوا تطرحوا عليا شي سؤال راه ممكن تطرحوه عليا عبر قناتي في اليوتيوب، ولا عبر قناتي في الفيسبوك اللي كتسميوها الصفحه، ولا عبر صفحتي ايضا في الانستغرام، ولا عبر سناب شات عفوا. صيفطوا لي السؤال ديالكم مسجل فيديو وانا هندوزو هنا، يعني اختاروا الكيفيه اللي كتريحكم وانا يا رجلنا جسوي اوفر، يعني مفتوح على جميع هاد الاختيارات هادي. المهم اننا نتناقشوا اننا نبحثوا، لانه هذا المجال هذا مازال خاصو البحث باش في المغرب يتطور. الان ندخلوا في المسكي، قمتي بتحديد الاختيارات ديالك في هاد السياره، واش بغيتيها عمليه، واش بغيتيها اعتماديه، واش بغيتيها مريحه، واش بغيتيها عائليه. مزيان، الله يعطيك الصحه. الان اجي نشوفوا المعقول شحال تحتك يا ولد الناس. خاصك تعرف بانه خاصك تهز واحد المقدار ديال المال وتحطو ابار، لانه هذوك الفلوس هتحتاجهم من بعد في المازوط ديال الطوموبيله، في الدوران بديك الطوموبيله، لانه كيدي الطوموبيله كيدي الدوران في الاول، لانه تكون مشوق فيها. ولا كنتي يلاه كتعلم، الا قلت يلاه كتعلم، عرف راسك بانه ضروري انت تكون من دوك الناس اللي كيحطوا تحتهم هذوك الفلوس. دابا من بعد هتدخل السوق، هتقول واش نشري مناش من جديد ولا هنشري من القديم. نبداو بالقديم. الا كنتي هتشري من القديم، عرف راسك بانه شي حاجه اللي هتكون فافورابل لك. علاش؟ لانه هتفتح لك مجموعه من الاختيارات، هتفتح لك جميع لي مارك ديال الطوموبيلات، وهتفتح لك مجموعه مناش من دوك الاختيارات اللي كنتي حددتي، غتلقاهم تقريبا في طوموبيلات بزاف. يعني الا بغيتي هاد الطوموبيل اعتماديه ومريحه وعائليه تقدر تلقاها، في حين انك تقدر تلقى عاوتاني طوموبيله اللي مريحه واعتماديه ورياضيه. وهكاك حنا غاديين حتى كنلقاو اشنو هي اللي كتجمع اكبر عدد من الاحتمالات اللي انا باغيها تكون في السياره ديالي. ولكن كي ديال القديم دي اش الريسك، مخاطر. يعني الا شريتي ديك الطوموبيل انت وتسخر مولانا، واخا تجيب الميكانيك وتقدر دير لها لا فيزيت وتقدر دير لها ديغنوستيك وتكون معلم، ومع ذلك يقدروا يطلعوا بك. كاينين مجموعه من الناس اللي كيبغيو يستغلوا السذاجه ديال المشتري وديك الفرحه ديالو بانه بغى يشري طوموبيله قديمه وكيلزقوا ليه شي طوموبيله اللي كتكون خاسره. خوتي حضيو راسكم مزيان وانتبهوا مزيان ملي كتبغيو تشريو السياره القديمه. كنت انت من الناس اللي تقدر تشري طوموبيله غدا وتزاد دوك الفلوس وتتبي تبيع باش تعاود تشري سياره اخرى، فالقديم هو اللي هي اللي قلك. الان الا كنتي من الناس اللي كيخافوا من دوك المخاطر اللي كتكون مرتبطه بعالم السيارات، اللي هي كما قلنا ان البياس يكون مبدل، انه يديروا لك فيها شي حوايج مخبيين، وانه انه 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 ممكن انك تمشي للعالم ديال الجديد. العالم ديال الجديد كيفتح لك الباب ديال لا غارونتي، يعني ديك الطوموبيله اللي كتخرجها راه هي في الغارونتي لمده 3 سنوات 4 سنوات او 5 سنوات. الباب ديال الطوموبيله الجديده كيفتح لك انك تشريها بزيرو كيلومتر، يعني ما ضربهاش، يعني حتى شي واحد ما عمره ما حط فيها رجليه، انت اول واحد اللي كيحط فيها رجليه. العالم ديال الجديد كيخليك تعيش وتحس بداك البريستيج الاجتماعي. الا كنت انت من هاد الناس اللي كيحتاجوا هاد النوع من المقومات، فما عليك الا انك تمشي للجديد. الجديد هو اللي هيضمن لك انك تكون مرتاح تقريبا من مورا ما تشري الطوموبيله ديالك. عرف راسك بانه الا شريتي طوموبيله من جديد راه اون فوا تخرجها من لا ميزون كطيح فيها 3 مليون، سواء كانت اسانس سواء كانت مازوت. ولا بغيتي تعرف واش تشري الطوموبيله من جديد، كنقول واش اسانس ولا مازوت، ما عليك الا انك ترجع للفيديو السابق، راه تلقاو اللين ديالو سواء لتحتي كنتو كتفرجوا في الفيسبوك، ولا تلقاو الفوق الا كنتو كتفرجوا في اليوتيوب. من هادشي كامل ما بقى لي الا انني نقول لكم الله يسهل لكم في الشريات اللي غتشريو، وربي معكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش ديروا جيم، الله يعاونكم.